أقول لهم جمعة مباركة، وإن شاء الله ربي يكتب للجميع زيارة بيته، ويكتب للجميع زيارة مسجد رسول الكريم، وإن شاء الله مصر تبقى على طول في خير، ويبعد عنها كل شر، ويسعدكم ويوفق رئيسكم لكل ما هو طيب لمصر والشعب مصر. احنا نعرف انه الان احنا ومصر الاعداء يعني حاسديننا على الامن اللي احنا عايشينه، وحاسدين حتى على العلاقه يا ابو عبد الله، بيحسدون حتى على العلاقه والحب في الله. لا العلاقه ما يقدروا يجون الحاجه، هم حاسديننا على الامن اللي احنا عايشينه احنا وانتم، فنحن نقول الله يبعد عنا بلدنا وبلدكم الشر، ولكن برضو هذا يحتاج الى ان المصريين يكونوا مفتحين عيونهم، صح، ما يسمحوش ولا يحط ولا يوسعوا اذانهم لكل شخص. الناس يجوا بعد الساعات على طريقه نصيحه فيسيئوا للبلد، يعني وهم يتصوروا انه الشعب مصدق انه هم يبغوا الخير للبلد. خلينا ابو عبد الله احترسوا من الاعلام المأجور اللي هو بيستعمل مجموعة من المرتزقة، سواء صح مصريين أو سعوديين أو شيء. أي إنسان يتكلم في بلده ما هو إلا إنسان عميل مرتزق ما يسوى حاجة، فانتبهوا لمصر، وإن شاء الله ربنا يوفق رئيسكم. وأنا أعرف أنه اللي يتابعوك كلهم رياضيين، وإن شاء الله قدامكم مستقبل الرياضة، وحتتغير الرياضة وحتصير رياضة فعلا، وربنا يوفق المسؤولين على أساس إنهم يحطوا النظام ويحطوا الأمور اللي تفيد الشباب وتجعلهم فعلا مثقفين ثقافة رياضية بعيدة عن التشنج والشتم والقذف والأشياء اللي نحن نشوفها اللي مأثرة عليكم. وأسأل الله التوفيق لمصر وشعب مصر ولبلدنا ولحكومتنا وحكومتكم. السلام عليكم. لا دي قبل ما تسيبنا ابو عبد الله اخذ منك دقيقتين بس. يعني النهارده انا شرفت بالتواجد في مجلس الشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر، فقيه احد اهم رجال الاقتصاد في المملكه العربيه السعوديه، هذا المجلس العامر برجال الفن والثقافه والادب والدين وصفوه المجتمع في مكه المكرمه، مجلس محترم جدا تستنير به مكه المكرمه كل جمعه. يعني انا كنت سعيد جدا بتواجدي هناك، وان احنا يعني اشوف متحف الشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه وصحبته اللي انت واحد منهم يا ابو عبد الله. والله حبيبي هذا يعني من ابناء مكه وشيخ فاضل فاتح بيته كل يوم جمعه، وبالعكس حتى كل يوم بعد مغرب الناس تجوا له، الناس اللي يعني في حلقتين، في حلقه موسعه للضم زي الناس، في حلقه كل يوم بعد مغرب وله مجلس في جده. وبالحقيقة عبد الناصر انت اي مجلس يجيبك تشرف بك. الله يخليك ابو عبد الله، انت رجل فاضل، وانا وصلت ترى انك انت اليوم وتكلمت تحدثت عن مصر وشرحت اشياء عن مصر، وقعدت تتحدث عن الوضع الامني في مصر، وانه الامور الحمد لله استقرت في البلد، وانه الحمد لله يعني مقبلين على مشاريع. يعني كل اتصل علي ناس قالوا انه اليوم عبد الناصر سوى محاضرة عن مصر جدا رائعة، شايف كيف؟ واتمنى انه يعني الاعلام المصري يعرفوا رسالة عبد الناصر اللي قدمها للشعب السعودي عن الشعب المصري وعن الحكومة المصرية. ربنا يخليك ابو عبد الله ويحفظ خادم الحرمين الشريفين ويبارك فيك وولي عهده الامين، واحنا اللي بنشوفه شيء يسلق الصدور وحاجه تفرح، وربنا يديم عليكم كرمه بالحرمين، الحرم المكي وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم.